السلام عليكم متابعين عالم عزة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم هو هاد الجلابة بتوب المليفة، خدمتها بالكروشي نسفتو. غنتوما كيف ما كتشوفوا هاد الشكل جديد، فيه هنايا كاين الجوزة وكاين هاد الشكل اللي بحال المعين. نتوما كيف ما كتشوفوا حتى هو منبتة كلها بالعقيق كريستال. الخدمة راها متقونة، كتبان بحالها بحال الراندة. في الجناب ديال نصف طوق زينت بالضرس المتكي، وهنا في القبض زينت بالتاج الكبير. نتوما كيف ما كتشوفوا راه الخدمه ديالو متقونه، كيبقى في الصابون بحال ما كوخا كتصبن، كتبقى بحال هكا ما كتعواج ما حتى شي حاجه. هذا الدرس راه سبق ليا وشاركت الطريقه ديالو معاكم. السيده اللي بغاتو ما عليها الا انها ترجع للقناه، راه غتلقى الطريقه مشروحه بشكل مفصل. اما فيما يخص هنا الملاقيه اللي درت لتحت، ها هي كيف ما كتشوفوا، حتى هي راه سبق ليا وشاركت الطريقه ديالها معاكم في القناه. اللي بغاتها ما عليها غير ترجع للقناه وغتلقاها، راها ساهله. ويعني ممكن لما بغيتيش ديريها حتى في نصف طوق، ممكن ديريها في بياسه من الفوق حتى لتحت. وهنا الكمام هانتوما كما كتشوفوا حتى هما مزينين بهذا الدرس ديال التاج الكبير، وفيه العقاق كريستال. نتوما كما كتشوفوا الخدمه طالعه جد رائعه ومتقونه، كتبان بحالها بحال الراندا. في الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك، باش ان شاء الله دائما نشارك معكم اشياء جديده، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.